مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الخامس لفئة الابكار. وانطلاقات فئة الابكار الحقائق، المسافة هي 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط. مباشرة أبدأ مع المركز الأول، مع أيضا الشاهينية، يتقدم علي بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الكتبي مع المركز الأول والثاني مع صدارة هذا الشوط. المركز الثالث أيضا الوصول مع انطلاقة أيضا النوعية المميزة، هي الشاهينية أيضا لمحمد بن راشد بن مرخال الكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم مع الوارية، قادم الوارية، يقدم الوارية أيضا وليد بن شامس بن محمد الحبسي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس يأتي ممثل المدام، يأتي مع أيضا انطلاقة الشاهنية وعلي بن سيف بن كليب الكتبي قادم بهذه اللحظات، والأسامي قادمة، ولكن ممثل المدام كعوايدك يا ممثل المدام، سيطرة على المركز الأول والثاني والثانية. يا علي يا بن سيف يا بن كليب يا الكتبي، يتقدم عن الجميع، يتصدر الجميع مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول ومع مقدمة التحدي والإثارة، مع المسار المتميز، مع المسار الرائع، مع انطلاقة هذا الاسم مع الشاهينية والشاهينية على المركز الأول والثاني والثالث، مع سيطرة وثلاثية ذهبية معك يا ممثل المدام. إذا الشاهينية تتقدم الجميع لتقدم هذا العطاء وتقدم هذا الأداء المتميز الذي أيضا مع أيضا منافسات المركز الأول، بمتابعة الجماهير، بمتابعة جماهيرك يا بن كليب يا بن كليب وعلي بن سيف بن كليب الكتبي، من يأتي بمرافقة هذا الاسم، بمرافقة الشاهينية وانطلاقة الشاهينية مع المركز الأول والثاني والثالث. إذا هذا هو بن كليب، يا بن كليب يستفتح البوابة الأخيرة للعبور إلى الفوز والانتصار، لعبور هذا الشعار إلى ناموس الشوط، إلى ناموس الشوط، إلى المركز الأول. سلام 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 بلا أي توامر، خل الجهاز على الطبلون يا بن كليب، يا بن كليب مع الأداء المميز. إذا هذه النوعية عيد هي بها ملبوس صيف، وتبعد نحرها لو قربوها، باطل زوارها ما هو حليف. الله، إذا هذه الشاهينية انتزعت الفوز والانتصار. سلام 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 يا المدام، سلام سلام يا المدام، كما عودهم بن كليب، عودهم بن كليب من أغلى السلامات وبالسلامات لكم يا هال المدام. تعودوا مع هذا الشعار ويطمن جماهيره في بداية الموسم بأن هذا الشعار قادم، قادم من أجل الفوز ومن أجل تحقيق الرموز، والرموز ليست غريبة عليك يا بن كليب. مشكور علي بن سيف بن كليب الكتبي، ومشكور يا من رافقها إلى الفوز والانتصار، أبو سعود عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي، العصافير الأبطال بلا يتوامر، بكل أريحية، بلا مضايقات، تصل إلى خط النهاية. المركز الثاني أيضا لعلي بن سيف بن كليب، المركز الثالث أيضا لعلي بن سيف بن كليب الكتبي، رابع المراكز أيضا الوارية وليد بن شامس بن محمد الحبسي، تهانينا والناموس. وخامس المراكز سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي، تهانينا والناموس لك يا علي بن سيف بن كليب الكتبي على هذا الفوز والانتصار، والتهانية لا شك في ذلك لداعم هذا الشعار سيف بن علي بن كليب الكتبي، مشكور على تقديم هذه النوعيات المميزة.